بسم الله. البيم Object Element Matrix ده عبارة عن جدول بيبقى فيه كل المعلومات وكل العناصر، بحيث أعرف أنهي عنصر هيسلم مثلا في ال، ودي 100 200 300 وهكذا. هو يعتبر متوسع عن ال E202 والجي 202 اللي هم في الكود الأمريكي. هنا ده المعلومات الأساسية عن المشروع، هنا بيشرح لك ايه هو ال LOD 100 وال LOD 200 300 400، ايه المعلومات اللي هتضاف فيهم. عندنا 500، وفي حاليا ناس بتتكلم في ال LOD 600 اللي هو خاص بيه Facility Management، لما كل شوية تعمل أبديت. ده Substructure ال LOD 100 اللي هيبقى موجود فيه، ايه العناصر اللي موجودة فيه، Model Element أسر، Information Classification Origin، ال Require لو انت عايز تكتبها. ده ال IFC Support بيقول لك ده التصنيف بتاعه في الاي اف سي هيبقى ايه، زي كده مثلا في الاي اف سي هتلاقي مثلا في الفوتنج، في الاي اف سي بيلدنج نيم، بحيث ان انت تقدر تتفق على كل الحاجات اللي هتسلم، ايه المعلومات اللي هتبقى موجوده فيه بادق ادق التفصيل. فده يسهل لنا ان احنا نبقى عارفين مثلا ان في ال LOD 100 هسلم 1 2 3 4، المعلومات دي كلها هتبقى موجودة فيه.